إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. أعزائي طلبة الخامس إعدادي، السلام عليكم. اليوم عندنا هذا موضوع الصوت والصوت في يونت 2، واللي شرحناه في فيديو قديم، هنا نحاول نختصره. سو والسوج تستخدم للتعجب أو للسبب والنتيجة، للتعجب أو للسبب والنتيجة. نستخدم هذه القاعدة سوج أ أو أن، هاي أداتي التنكير، أداتي التنكير كلكم سامعين بيها. مثلا نقول أ بوك وأن أورنج. أ تستخدم قبل الاسم اللي بادي بحرف صحيح، وأن اللي بادي بحرف ألا. صفة وراء، شوف الصفة بادية بحرف صحيح نستخدم أ، بادية بحرف علة نستخدم أن، وبعدها طبعا صفة تصف الموصوف اللي هو الاسم، فيجي بعدها صفة للاسم التي بعده. وعندنا سو يجي بعدها صفة أو ظرف. راح ناخذ مثال عليهم، هذا طبعا للتعجب قلنا. She is so good at painting. إنها جيدة في الرسم. لاحظ she is يعني she is. So هذه so يعني very جدا. Good هي الصفة والتكملة at painting. إنها أما صفة أو ظرف، هنا جاي الصفة. So good at painting. راح نأخذ على such. She is أيضا she is such. شي يجي وراها أي أو أن صفة اسم. She is such a good artist. يعني يا لها من فنانة جيدة. She is such a، هاي الأ ليش ما خلينا أن؟ لأنه جي حرف صحيح مو حرف علة. A good artist، يا لها، شوف تعجب، يا لها من فنانة جيدة. نقول they are such أيضا على such. Beautiful هي الصفة، توصف الموصوف اللي هو الاسم. paintings هنا شو ما حطينا اي وان، سبب لانه الاسم جمع paintings جمع هذا الاي والان ادوات النكرة والتنكير تدخل على الاسم المفرد فقط، لذلك من يصير الاسم جمع ما نخلي اي وان. they are such beautiful paintings، يا لها من لوحات جميلة. هنا paintings يفسر الجمع، ولذلك ما حطينا. أما باقي القاعدة كلها تنطبق search وصفة اسم. زين، عندنا السبب الثاني للاستخدام so search، وقلنا الأول هو التعجب، الثاني هو تستخدم للسبب والنتيجة. طبعا هنا ممكن نستخدم ذات، وممكن أن نحذفها، ممكن نستخدمها ونحذفها. الحالتين جملتك صحيحة. مثلا he is so angry that he couldn't speak، هو جدا غاضب that لدرجة انه ما قدر يتكلم. he couldn't speak، شوفوا هنا that حاطها بين قوسين، ليش؟ لانه اقول لك تقدر تحذفها فتقول he is so angry he couldn't speak، تقدر تحذفها او تقدر تبقيها نفس الشيء. It was such a boring film، يعني كان فيلما مملا. That أو بدون that نقول we walked out of the cinema، طلعنا من السينما. كان فيلم ممل جدا that لدرجة أنه احنا طلعنا من السينما قبل ما يكمل الفيلم. وذات أيضا أقدر أحذفها. إذا هذا الاستخدام شنو السبب والنتيجة؟ شنو السبب اللي خلاه ما يقدر يحكي؟ كان جدا غاضب so angry. النتيجة شنو؟ ما قدر يتكلم من شدة الغضب. هنا أيضا السبب was such a boring film، السبب أن الفيلم كان ممل. النتيجة طلعنا من السينما. هنا ملاحظة اللي قلناها قبل شوية، قلنا الأي والآن أدوات النكرة، الأي للكلمات تبدأ بحرف صحيح والآن قبل الكلمات اللي تبدأ بصوت أله، ولا تضاف إلى الأسماء الجمع. مثل ما قلنا هنا paintings، paintings جت جمع، ما خلينا أي وأن،
خليناه لأنه كان جمع. نأتي إلى تمرين صفحة 47 47 في كتاب النشاط. ومن انسى هذه القاعدة مالتهم دائما نحفظها، search أي أن صفة اسم وسو صفة ظرف. هنا أيضا راح يقول سبب ونتيجة مستخدمها. يقول في تمرين F match the sentence halves then join them with so such that. يعني شنو؟ وصل أول شيء بين الكلمات هذه أنصاف الجمل، وبعدين ضمها باستخدام so و such. وذات ذات قلنا ممكن تخليها ممكن تحذفها. اللي على اليسار هو راح يكون السبب، وعلى اليمين هي النتيجة. راح نخلي so such. قبل أول خطوة هي لازم نحلها حسب المعنى، نوصلها وبعدين نبدأ نحلها. نخلي so such. نقول the test was easy، وبعدين ايش مختارين؟ مختارين بي ل everyone got 100%، يعني 100%، يعني الامتحان كان كل سهل لدرجة انه كل حصلوا 100. It was a windy day، كان يوما عاصفا. F we decided not to go out in the boat، قررنا ما نطلع بالقارب. She has a lot of problems، عندها هواي مشاكل. E she doesn't know what to do، ما تدري شو تسوي. It was an expensive restaurant، كان مطعما غاليا. A we decided to eat somewhere else، قررنا أن نأكل في مكان آخر. He woke up late، استيقظ متأخرا. D he missed the first lesson، إذا ضيع الدرس الأول ما لحق عليه. They were difficult questions، كانت أسئلة صعبة. C we couldn't answer them، ما قدرنا نجاوبهم. إذا هاي الخطوة الأولى سوينا الماتش حسب معنى الجملة. طبعا بالامتحان احتمال هو يحل لك إياه هذا الماتش، يعني هو يوصل لك إياه، يعطيك إياه جملة كاملة بس تخلي سو سوتش. فهذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية راح نخلي so such باستخدام قلنا ذات أو بدونها. Number one the test was easy، قلنا ويا بي everyone got 100%. فهنا ايش راح نقول؟ راح نخلي so easy that everyone، هنا خلي ذات قبل ال everyone، لدرجة أن الجميع حصلوا على 100%. زين ليش خلينا سو؟ قلنا هنا شي يجي ورا سو يجي صوفة. إذا منا شو باوع هنا عندنا رقم 1 و5 سو. من يجي عندي صفة بس ماكو وراها اسم أخلي سو، ومن يجي وراها اسم مثلا هنا ثاني وحدة. It was such a windy day، إيه باوع هنا الإيه a windy day، من يجي ورا الصفة اسم يوم عاصف، عاصف صفة وداي اسم. Number two it was a windy day، راح نخلي such. ليش؟ لأن عندي ورا الصفة عندي اسم حسب القاعدة، ورا الصفة اسم. يوم عاصف، كان يوما عاصفا. ذات قبل العبارة الثانية نخلي ذات، أو ما نخليها بكيفنا. فقلنا شنو؟ F ذات أو بدون ذات. we decided not to go، ونكملها. 3 she has، أيضا ايش راح أخلي such لو so such. ليش؟ لأن عندي اسم ورا الصفة. a lot of problems، فشوف ورا a lot of بعد الصفة موجودة اسم مشاكل. والجواب نقول that e that she doesn't know what to do، لدرجة انه ما تعرف شو تسوي. 4 it was such an expensive restaurant، ايضا ليش ما خليت سؤال؟ يعني ورا الاكسبنسيف اللي هي الصفة اكو اسم، من اشوف اسم اخلي such. ليش؟ لان القاعدة تقول هيك، تقول صفة زائد اسم، لا ماكو بس صفة. he woke up so late، ليش خليت سؤال هنا؟ يعني عندي بس صفة.
فقط ماكو اسم. So late ونكمل that he missed or done that لدرجة انه ضيع الدرس الاول. 6 they were such difficult question ايضا عندي اسم questions عندي اسم خليت such والتكملة احنا حليناها سي we couldn't answer. يجي واحد يقول وين الاي؟ قلنا قبل شوية من يكون الاسم شبيه يكون جمع questions اسئلة جمع ما ياخذ اي وان. هنا شوف الاي والان قلنا عندما يكون اسم مفرد فقط. اذا اعيد القاعدة بسرعة، من يجيك من تشوف صفة حط قبلها سو، من تشوف ورا الصفة اكو اسم windy day a lot of problems expensive restaurants difficult question راسنا خلي such واقدر احل التمرين. بالعبارة الثانية قبل كل هذني خلي ذات او بدون ذات اثنين حلك صحيح.